إلى ما هي عليه اليوم. يعني مختصر مفيد يا كريم، ما حدا يغلط مع جيجي لامار ابدا. منتابع كمان مع سلسلة الحفلات يلي تم إلغائها، فمعين شريف ألغى جولته المرتقبة إلى أمريكا أواخر هذا الشهر مع متعهد الحفلات جورج بركات، والسبب يا كريم مين؟ علي الديك. المعلومات بتقول أنه لما كان معين اتفق مع المتعهد على إقامة جولة كبيرة بأمريكا، وكان من بعد ما صار المشروع تقريبا نافذ وقبل فترة كتير قصيرة من السفر، اكتشف معين أنه المتعهد دخل إلى جانبه بالحفلات الفنان علي الديك من دون علمه. نعم نعم، ومش بس هيك، فمعين عرف بالصدفة من بعض الأشخاص بأمريكا أنه صورته بالإعلانات إلى جانب علي الديك بالتوازي. هالموضوع ما عجبه أبدا لمعين اللي طلب تأجيل حفلاته لأواخر شهر تشرين، الأمر اللي رفضه المتعهد وتسبب بخلاف كتير كبير بيناتهم، دفع معين إلى إعلانه على إلغاء الاتفاق وانسحابه من الجولة. اصلا هيدي حكايه الصور وقياساتهم لحالها مشكل نحن كثير بنعول عليها بعالمنا الفني، انه صورتك اكبر من صورتي او اسمك قبل اسمي بالسنتي، يعني بصيروا يزيدوا سنتيمتر بالملي عن جد بالملي.